إذا أعزائي الآن نمر إلى السؤال الموالي، أختزل الأعداد الكسرية التالية. إذا عندي هنا 4 على 6، إذا انظروا جيدا، عندي هنا 4 على 6. إذا عندي طريقتين للاختزال، يمكنني لأن العددين سهلين جدا، إذا 4 و6 توجدان في جدول ضرب، كاين في واحد الجدول ديال الضرب. أشنو هاد جدول الضرب اللي كاين فيه 4 و6؟ كنا كنعرفوا بأن 4 من مضاعفات 2 و6 من مضاعفات 2. إذا بما أن 4 من مضاعفات 2 غنكتب هنا 2، 6 أيضا مضاعفات 2 نكتب هنا 2. ما يمكنش ليا مثلا تكون خاصهم بجوج يكونوا في نفس جدول الضرب، إذا خاص البسط والمقام يكونوا بجوج في نفس جدول الضرب. مزيان، 2 فاش ضربناها باش عطاتنا 4؟ ضربناها في 2، وهاد 2 ديال المقام فاش ضربناها باش عطاتنا 6؟ ضربناها في 3. إذا ماذا سنفعل الآن؟ غادي نشطبوا على، إذا هاد 2 اللي في البسط غادي تاكل هاد 2 اللي في المقام، غادي يختفيو، غتبقى ليا فقط 2 على 3، وبالتالي في الاختزال ديال 4 على 6 هو 2 على 3. نقدروا نديروا طريقة أخرى، نمشيو للقواسم المشتركة. إذا أشنا هي القواسم المشتركة ديال 4؟ إذا كنبداو دائما كنبداو من 1، إذا 1 فاش غادي نضربوها باش تعطينا 4؟ غنضربوها في 4. مزيان، 2 فاش غنضربوها باش تعطينا 4؟ غنضربوها في 2. 3، واش 3 عندنا شي عدد غادي نضربوه في 3 ويعطينا 4؟ لا. و4 ها هي كاينه. اذا كنبداو القواسم المشتركه كنبداوها من 1 حتى لهذاك العدد اللي كنقلبوا له اللي بغينا نختزلوه، ثم 6. اذا نبداو 1 في ماذا؟ 1 في 6. جيد، 2 في ماذا؟ 2 في 3. جيد، اذا 3 هي عندي 4. 4 هل هي من قواسم 6؟ لا. لماذا؟ لاني ما كاين حتى شي عدد كنضربو في 4 وكيعطيني 6، اذا ما غنكتبوش. 5، هل 5 من قواسم 6؟ لا، لان ما كاين حتى شي عدد كنضربو في 5 وكيعطيني 6. جيد، اذا 6 ها هي كتبناها. الان ماذا سنفعل؟ سنبحث عن القواسم المشتركه. اذا القواسم المشتركه عندي 1، طبعا دائما قاسم مشترك، وعندي 2. إذن عندي 1 وعندي 2، كنبحث دائما على القاسم المشترك الأكبر، هو 2. إذن بما أن 2 هي القاسم المشترك الأكبر، إذن أشنو كندير؟ كنشوف، كنكتب هنايا، إذن كناخد هذا القاسم المشترك الأكبر وكنكتبو هنا، وكنقول فاش ضربت 2 باش عطاتني 4 ضربتها في 2، فاش ضربت 2 باش عطاتني 6 ضربتها في 3. إذن كنشطب على القواسم وكتبقى لي 2 على 3.